السلام عليكم. زار والي ولاية عنابة مشروع تاع التهيئة وإعادة تشغيل المصعد الهوائي تاع مدينة عنابة اللي يقع ما بين بلدية سرايدي وبلدية عنابة على امتداد حوالي 3 كيلومترات. وهذا المصعد الهوائي يعني يعتبر منشأة هامة جدا بالنسبة لمدينة عنابة اللي سوف يزيدها أكثر زخما ويعتبر عامل جذب سياحي بالنسبة للمدينة وكذلك بالنسبة للساكنة نتاع عنابة وتاع سرايدي. لكي التنقل سيسهل التنقل بين زوج بلديات هذو. إن شاء الله الأشغال نتاع الريابيليتاسيون والتجديد نتاع المصعد هذا تتم. وللعلم أنه شركة فرنسية شركة إيطاك هي بشراكة جزائرية هي التي تهتم بإعادة تأهيل هذه المصاعد الموجودة في الجزائر والتي تقرب حوالي 12 مصعد، حيث أن شركة هذه الفرنسية إيطاك أصبح لديها فرع دائم في الجزائر. وإن شاء الله يكون فيها خير والسلام عليكم.